أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات تعليم الشطرنج للصغار. الفيديوهات دي من إعدادي أنا دكتور عصام حمودة. الفيديوهات دي لمين؟ كل من بلغ عمره 8 سنين فأكتر يقدر إن هو يتابعها بنفسه ويتعلم منها، أو لو أنت كنت مدرب تقدر تستعين بالفيديوهات دي عشان تعلم الشطرنج للأطفال في المدارس أو في الأندية، أو حتى لو كنت ولي أمر أب أو أم، حتى لو ما تعرفش قواعد اللعبة يمكنك انك تتابع الفيديوهات دي وتنقلها لابنك او بنتك. ايه هو الغرض من الفيديوهات دي؟ تعليم الشطرنج بطريقة علمية للصغار اللغة العربية، وبيبدأ من طريقة تحريك القطع حتى يصل الطفل انه يلعب دور شطرنج بطريقة صحيحة وعلمية. ايه هو البرنامج؟ البرنامج عبارة عن 24 درس للشطرنج، وكل درس بيتكون من مادة تعليمية وبعدين تمارين وبعدين اسئلة واجوبة. ايه هي طريقة العرض؟ في فيديوهات فيها الدرس كامل، ودي تبقى حوالي 30 ل 40 دقيقة، ولو كان المدة دي طويلة لتركيز الأطفال ففي دروس متقسمة إلى فيديوهين أو ثلاثة مدة كل منهم 10 إلى 15 دقيقة. أقدر أتفرج على الفيديوهات دي فين؟ الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب في قناة اسمها قناة الشطرنج العربي. ممكن تخش على جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، أو تخش على لينك القناة مباشرة ومكتوب قصادك. ودلوقتي تعالى نشوف الفيديو. ده الفيديو رقم 1A اللي هنشوف فيه الدرس الأول، الجزء الأول فقط. والدرس الأول فيه أكتر من حاجة هنتعرف على بعضها في الجزء الأول، وهو رؤية الشطرنج والقطع، والوضع الابتدائي لقطع الشطرنج، وكيف تتحرك البيادق. وبعدين في الجزء الثاني هنشوف كيف تأخذ البيادق وتمارين وأسئلة وأجوبة. الشطرنج دي لعبة قديمة بدأت في الهند من حوالي 1700 سنة، وكان لها قواعد وأشكال مختلفة عن الشطرنج الحديث، لكن بمرور الزمن اتعدلت القوانين بتاعة اللعبة ووصلنا للشكل الحالي للعبة. الشطرنج دي منافسة عقلية بين اتنين من اللاعبين بيلعبوا على رقعة أو على لوحة مقسمة إلى 64 مربع، 8 مربعات بالعرض و 8 مربعات بالطول، فيها مربعات فتحة ومربعات غامقة. قد تكون رقعة الشطرنج لها ألوان مختلفة من الألوان الفتحة أو الألوان الغامقة، يعني مثلا في الرقعة اللي قصادنا ده اللون الفاتح وده اللون الغامق، او مثلا تكون الوانهم كده، هو ده لون فاتح وده لون غامق، او مثلا كده ده لون فاتح وده لون غامق. انما على اي حال مربع اللون الفاتح بنقول عليه المربع الابيض، والمربع اللي باللون الغامق دايما بنقول عليه المربع الاسود. كل لاعب بيقعد في جهة، في لاعب بيقعد من الناحية دهيت ولاعب بيقعد من الناحية التانية، وكل لاعب بيقعد وبتكون على ايده اليمين دايما المربع الابيض. ديت لوحة الشطرنج ومرصوص عليها قطع الشطرنج، والابيض بياخد 16 وحدة من هذه الوحدات، والاسود بياخد 16 وحدة من هذه الوحدات. انا بقول وحدات ليه، ما بقولش قطع، عشان احنا بنفرق بين القطع الشطرنج وبين بيادق الشطرنج أو عساكر الشطرنج أو جنود الشطرنج. فكل لاعب له 16 وحدة متقسمة ل 8 عساكر أو 8 بيادق و 8 قطع مرصوصة بالشكل اللي هو قصادنا ده، هو وهنعرفه دلوقتي بالتفصيل. البيادق البيضة دايما بتتحرك من تحت لفوق، والبيادق السوداء دايما بتتحرك من فوق لتحت. وفي كل الأشكال اللي احنا هنشوفها هنلاقي دايما الأبيض بيبقى في أسفل الرقعة والأسود بيبقى في أعلى الرقعة. والموقف اللي قصادنا ده بنسميه الموقف الابتدائي، يعني الموقف اللي بيبدأ فيه الاتنين اللاعبين دور الشطرنج. كل لاعب بيبقى له 8 قطع و8 بيادق، هنتعرف عليهم دلوقتي وهنتعرف ازاي كل القطع والبيادق بتتحرك. كل لاعب بيبقى له 8 بيادق في بداية اللعب، وبيكون عنده ملك، ده الملك
وبيكون عنده وزير، وبيكون عنده فيلين، ادي فيل وادي فيل، وبيكون عنده حصانين، ادي حصان وادي حصان، وبيكون عنده طبيتين او رخين، ادي رخ وادي رخ، وهكذا الاسود. لو قسمنا الرقعة لنصين من هنا، بيبقى النص اللي تحت اسمه جانب الابيض، والنص اللي فوق بنسميه جانب الاسود. بينما لو قسمنا اللوحة الى نصين بالطول، بيبقى الجانب اليمين ده بنسميه جناح الملك، علشان بيكون فيه الملك الابيض والملك الاسود، والنص التاني بنسميه جناح الوزير، عشان بيكون فيه الوزير الاسود والوزير الابيض. اللعب بيبتدي دايما بلعبة للابيض بنسميها نقلة للابيض، وبعد كده الاسود بيلعب، وبعد كده الابيض بيرد عليه، وبعد كده الاسود بيرد عليه، وهكذا الى نهاية الدور. مفيش لاعب يقدر يلعب نقلتين ورا بعضيهم، ومفيش لاعب ممكن ما يلعبش اذا جه الدور عليه. احنا قلنا اللفظ نقلة او لعبة، ومن دلوقتي هنسميها نقلة. يعني ايه نقلة؟ النقلة يعني ان احنا هنحرك وحدة من وحدات اللون بتاعنا من المكان اللي هي فيه لمكان تاني حسب القواعد اللي هنتكلم عليها. فإذا كانت القطعة بتتحرك إلى مربع عليه قطعة تانية من اللون المخالف، فهي ممكن تاخدها، أو زي ما بنسميها ساعات تاكلها، وبتطلع القطعة اللي باللون التاني خارج الرقعة، وبنحط إحنا القطعة بتاعتنا على المربع اللي كانت واقفة فيه القطعة التانية. القطعة اللي بتطلع مش ممكن تشترك تاني في اللعب، يعني دايما القطع بتقل وعمرها أبدا ما تزيد. كل قطعة من قطع الشطرنج لها طريقة تتحرك بيها هنتكلم عليها، ولها مكان في بداية اللعب محدد لها ومش ممكن تتحط في مكان غيره، إنما بعد بداية اللعب بتروح في أماكن مختلفة. إزاي نعرف إن الأبيض كسب أو الأسود كسب؟ الأبيض أو الأسود بيكسب لما بيستطيع إن هو يموت الملك الخصم، يعني الأسود بيكسب لما بيقدر يموت الملك الأبيض، والأبيض بيكسب لما يموت الملك الأسود. وهنعرف بعد كده يعني إيه يموته. إذا الاتنين لاعبين ما قدروش إن هم يموتوا الملك الخصم، فبيبقى الدور انتهى بالتعادل. ودلوقتي تعال نشوف القطع ونتعرف عليها. اول قطعة نتعرف عليها هي الرخ، والرخ دي الصور بتاعته، وبتظهر كده على الكمبيوتر، رخين ابيض رخين اسود. والرخ ده له اكتر من اسم، في ناس بيسموه الطبية، في ناس بيسموه القلعة، لكن احنا هنقول عليه الرخ. تاني قطعة نتعرف عليها هي الحصان، والحصان شكله طبعا احنا عارفينه، دي صور له، حصانين ابيض حصانين اسود، وبيظهر كده على الكمبيوتر. تالت قطعة هي الفيل، وكل لاعب بيبقى معاه فيلين، ودي صور للافيال. طبعا كل شطرنج بيبقى له شكل معين، انما بصفة عامة بيكون كده شكل الفيل، وبيظهر كده على الكمبيوتر. ودلوقتي نتعرف على الوزير، والوزير قطعة مهمة جدا في الشطرنج، وهو بيبقى ده شكله، دي صورته، وبيظهر كده على الكمبيوتر. القطعة دي اسمها الملك، ودي أهم قطعة في الشطرنج، وبينتهي الدور لما الملك يموت. دي أشكال الملك، صور له طبعا حسب الشطرنج بيبقى له صور كتيرة، ودي رموز الملك اللي بتظهر على الكمبيوتر. آخر حاجة هنتعرف عليها هي البيدق، أو العسكري، أو الجندي، إنما إحنا هنسميها البيدق، ودي صور له،
وكل لاعب بيبقى معاه 8 بيادق، يا اما بيلعب بالابيض يبقى معاه 8 بيادق ابيض، او بيلعب بالاسود يبقى معاه 8 بيادق اسود، وبيظهر كده على الكمبيوتر. ده منظر لقطع الشطرنج، وطبعا كل شطرنج بيبقى له تصميم معين للقطع، دي قطع الاسود ودي قطع الابيض، طبعا جايبين واحدة من كل صنف، انما الابيض بيبقى له ملك واحد ووزير واحد وفيلين وحصانين ورخين وتمن بيادق. ده منظر للشطرنج عامة. دي رقعة الشطرنج اللي هي فيها المربعات الابيض والاسود، ممكن تكون مربعات بني وبني فاتح، ودي قطع الابيض وهي مرصوصة، ودي قطع الاسود وهي مرصوصة في اول اللعب. طيب ازاي الرقعة بتظهر على الكمبيوتر؟ ادي منظر الرقعة وهي على الكمبيوتر، وده هي بتبقى اشكال القطع على الكمبيوتر. ده الملك والوزير والرخ والفيل والحصان والبيدق، طبعا ابيض واسود، وهنا برضو ابيض واسود، وبتبقى رقعة الشطرنج ومرصوص عليها القطع والبيادق شكلها كده على الكمبيوتر. ودلوقتي تعال نشوف القطع بتحط ازاي في بداية اللعب. اول قطعة هنعرف مكانها في الوضع الابتدائي هي الرخ، ولازم نعرف شكله، وممكن نقول عليه الرخ، وفي ناس بيقولوا عليه القلعة، وفي ناس بيقولوا عليه الطابية، انما احنا هنعتمد في كلامنا هنا على كلمة الرخ. بيتحط في الركن بتاع الرقعة، كل لاعب ابيض عنده رخين، وكل لاعب اسود عنده رخين. الرخ الابيض بيتحط في الركن ده، والرخ التاني بيتحط في الركن التاني، وهكذا الاسود. وبعدين الحصان، كل لاعب ابيض عنده حصانين، وكل لاعب اسود عنده حصانين، بيتحطوا على طول جنب الرخين. يعني قلنا الرخ في الركن والحصان جنبه، والرخ في الركن والحصان جنبه، وهكذا الاسود. وبعدين الفيل، كل لاعب ابيض عنده فيلين، الفيل بيتحط جنب الرخ والحصان، بعد كده فيل، هنا برضو رخ وحصان، وبعد كده فيل، وهكذا عند الاسود رخ وحصان، وبعد كده فيل. كل لاعب عنده وزير واحد، يعني ادي الوزير الابيض وادي الوزير الاسود، والوزير الابيض والوزير الاسود بيتحطوا في نص الرقعة لكن على مربع من نفس لونهم. يعني الوزير الابيض على مربع ابيض في وسط الرقعة، والوزير الاسود على مربع اسود في وسط الرقعة. وبعدين الملك، لازم نتعرف على شكله، وكل لاعب له ملك واحد. الملك الابيض بيتحط في نص الرقعة على مربع عكس لونه، يعني الملك الابيض بيتحط على مربع اسود، والملك الاسود بيتحط على مربع ابيض في وسط الرقعة. اخر حاجة هنتعرف عليها هي البيادق او العساكر او الجنود، بس احنا هنقول عليها دايما البيادق. وكل لاعب ابيض له 8 بيادق، وكل لاعب اسود له 8 بيادق، بيتحطم قصاد القطع المحطوطة على الصف الاول، والناحية دي برضو البيادق بتحط قصاد القطع اللي بتحط على الصف الاخير. يبقى في النهاية بنوصل للشكل ده اللي بنسميه الشكل الابتدائي للعب. دايما المربع الابيض على يمين اللاعب، والرخين في اركان الرقعة، وجنبهم الحصان، وجنبهم الفيل، وبعدين الملك على مربع عكس لونه في وسط الرقعة، والوزير على مربع من نفس لونه في وسط الرقعة، وقدامهم مرصوص 8 بيادق. وبنفس المنظر هنشوفه من ناحية الأسود. ودلوقتي يلا نشوف وحدات الشطرنج سواء قطع أو بيادق بتحرك إزاي، وهنبدأ بالبيادق في الدرس ده. في الشكلين اللي قدامنا، في الشكل ده بنشوف رقعة الشطرنج وعليها البيادق بس، وهنا بنشوف الموقف الابتدائي اللي هو فيه البيادق والقطع. البيادق دي لها أسماء هنتعرف عليها دلوقتي، وإحنا قبل كده قلنا إن لو قسمنا
الرقعة إلى قسمين بالطول، هيبقى الجزء ده بنسميه جناح الملك علشان فيه الملك الأبيض والملك الأسود، والجزء ده هنسميه جناح الوزير عشان فيه الوزير الأبيض والوزير الأسود. وبالنسبة للقطع بنسمي الرخ اللي في جناح الملك ده بنسميه رخ الملك، وده حصان الملك، وده فيل الملك عشان كلهم في جناح الملك. وبالنسبة للناحية دي هيبقى ده فيل الوزير وحصان الوزير ورخ الوزير عشان في جناح الوزير. وبنفس الطريقة بالنسبة للأسود، رخ الملك، حصان الملك، فيل الملك، فيل الوزير، حصان الوزير، رخ الوزير. وبالتالي كل بيدق قصاد قطعة بياخد اسم القطعة، يعني ده بيدق رخ الملك، وده بيدق حصان الملك، وده بيدق فيل الملك، وده بيدق الملك، وهكذا الناحية التانية، ده بيدق الوزير، وده بيدق فيل الوزير، وده بيدق حصان الوزير، وده بيدق رخ الوزير. البيادق بتتحرك في أول لعبة لها مربع أو مربعين، إنما بعد كده بتتحرك مربع واحد وإلى الأمام فقط، وعمر البيدق ما يرجع لورا. إنما الأخذ بتاع البيدق هنتعلمه وهيكون بطريقة مختلفة. تعال نشوف الشكل اللي جاي. في الشكل ده مش شايفين بيدقين أبيض وبيدقين أسود، عاوزين نعرف البيادق بتتحرك إزاي. أول حاجة لازم نعرفها إن البيادق هي أقل الوحدات قيمة في الشطرنج. البيدق الأبيض ده كان هنا في موقفه الابتدائي، وأول ما اتحرك اتحرك مربعين للأمام، آدي مربع وآدي مربع، بينما البيدق الأسود ده كان في موقفه الابتدائي محطوط في الصف اللي قصاد القطع السوداء، واتحرك مربع واحد للأمام وهو المربع ده، وده حسب الاختيار. وهو في موقفه الابتدائي ممكن يتحرك مربعين للأمام أو يتحرك مربع واحد للأمام، إنما بعد كده هيتحرك على طول مربع واحد للأمام وما يقدرش يتحرك مربعين أبدا. والبيادق بتتحرك دايما للأمام وعمرها ما ترجع للخلف، يعني البيدق الأسود ده هيتحرك على طول للأمام طول الدور وعمره ما يقدر يتحرك للخلف، بيتحرك من فوق لتحت، بينما البيدق الأبيض ده بيتحرك على طول للأمام من تحت لفوق طول الدور وعمره ما يتحرك للخلف. في الشكل ده بنستكمل كلامنا عن حركة البيادق. وطول ما الدور شغال، طول ما القطع بتغير الأماكن بتاعتها حسب النقلات اللي انت بتحب تلعبها. وبنوصل لمواقف مختلفة بتيجي فيها قطع قصاد بعضيها أو بيادق قصاد بعضيها. وهنا هنيجي نقول على حاجة جديدة، وهي إن البيدق ما يقدرش يتحرك لو كان في حاجة قصاده، فالبيدق ما يقدرش يقفز من فوق القطع اللي قدامه. يعني في الموقف اللي قصادنا ده هوت، البيدق الأبيض ده قدامه بيدق أسود، فما يقدرش يتحرك مربع للأمام عشان المربع للأمام ده مشغول ببيدق تاني من لون مختلف. وكمان البيدق ده ما يقدرش يتحرك عشان في قصاده بيدق من نفس اللون بتاعه بيعوقه عن الحركة. وهكذا البيدق ده هوت قدامه بيدق من نفس لونه ما يقدرش يتحرك لمربع للأمام. وفي نفس الوقت رغم ان في وراه مربع فاضي، الا ان البيدق عمره ما يتحرك للخلف، فالبيادق دي كلها ما تقدرش يتحرك. وهكذا البيدق ده قصاده بيدق ما يقدرش يتحرك، والبيدق الاسود قصاده بيدق ابيض ما يقدرش يتحرك، وفي كل الاحوال اللي هي قصادنا. طيب مش احنا قلنا ان البيدق ممكن يتحرك مربعين للامام لما بيكون في مكانه الابتدائي؟ طيب ليه البيدق ده ما يقدرش يجي يتحرك مربعين للامام ويقف في المربع ده؟ وهنا بنوصل لمعلومة جديدة، ان مفيش بيدق يقدر يقفز من فوق البيدق اللي قصاده، فالبيدق ده
ما يقدرش يتحرك مربعين للأمام عشان في بيدق قصاده، ولذلك البيدق ده ما يقدرش يتحرك، ولا البيدق ده يقدر يتحرك، ولا البيدق ده، ولا أي بيدق موجود في الرعاة. وبكده ننهي الجزء الأول من الدرس الأول، وإلى اللقاء في الجزء الثاني والأخير من الدرس الأول.